أن رئيس اللجنة السيد عمرو موسى كان قد حدد للجان فترة 3 أسابيع يتقدمون خلالها بالتعديلات التي يرونها واجبة على المسودة المقدمة لنا. يجب أن تنتهي اللجان جميعاً في ظرف 3 أسابيع من تقديم كل التعديلات التي تراها. بعد كده لسه الطريق طويل، هذه التعديلات بتعرض على اللجنة العامة، اللجنة العامة بتناقشها وما تقر منها بيذهب إلى لجنة الصياغة، ثم يعود من لجنة الصياغة إلى اللجنة العامة مرة أخرى لإقرارها. النهاردة بتمر نصف المدة التي كانت مقررة للجان، 3 أسابيع، فات أسبوع ونص تقريبا على هذه الفترة، والكثير من اللجان أنجزت بالفعل يعني قدر كبير من المهمة الموكلة إليها. قبل ما أعرض عليكم بعض أعمال اللجان، في بعض أخبار مهمة تهمكم تتعلق بمقابلات رئيس اللجنة السيد عمرو موسى. اليوم سيستقبل في مكتبه السيد يونس مخيون رئيس حزب النور، أيضا لديه موعد مع مندوب الاتحاد الأوروبي برناردينو ليون الذي سيحضر أيضا إلى لمقابلته بمكتبه. كذلك سيتوجه رئيس اللجنة لزيارة نادي القضاء ضمن توجهه إلى مختلف فئات الشعب. في الصباح قابل وفد الرياضيين، وسيتوجه اليوم أيضا إلى نادي القضاء، وفي الأيام القليلة القادمة لديه موعد أيضا لزيارة المحكمة الدستورية العليا. فيما يتعلق باللجان، لجنة الحوار والتواصل المجتمعي حددت جلسة يوم الاثنين القادم للاستماع إلى مقترحات المصريين في الخارج، ولديهم عدد كبير من الطلبات، وهذه الجلسة ستكون مفتوحة وبإمكانكم تغطيتها. خبر مهم الحقيقة أن لجنة الحقوق والحريات انتهت اليوم من المواد الخاصة بحرية الصحافة بعد أن وصل إليها المقترح الذي قدمته نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة باعتبارهما الممثل للجماعة الصحفية في مصر. تقدموا بعدد من المواد وتم مناقشتها جميعا في اللجنة، وتم إقرار الكثير من هذه المواد الخاصة بحرية الصحافة، مثل المادة التي تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق
ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وبما لا يلغي هذا الحق، وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها، وتخضع كافة الصحف ووسائل الإعلام في ملكيتها وإدارتها وشؤونها المالية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. هذه المادة أطلقت حرية إصدار الصحف بالإخطار، ثم أنها أيضا في مادة تانية الحقيقة غاية في الأهمية أيضا، يحظر بأي وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة ومؤقتة عليها في زمن الحرب. النص المقدم للجنة الحريات من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين كان بيقول فرض الرقابة في زمن الحرب أو عند إعلان حالة الطوارئ، ورأت اللجنة حذف الجزء الخاص بحالة الطوارئ على أن يكون هذا في الأمور المتصلة بسبب إعلان هذه الحالة، ولا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن في أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب النوع أو الدين أو العرق أو اللون أو أي سبب آخر. هذه المادة استجابت لمطلب عام للجماعة الصحفية، وهو عدم فرض عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر باستثناء ما يتعلق بالطعن في الأفراد أو بالتحريض على العنف أو الإرهاب أو التمييز بين المواطنين، كل هذه تخضع للقانون. هذا الحق الحقيقة وهذا المطلب أريد أن أوضح، اللجنة كان وجهة نظرها أنه ده مش مطلب خاص بالصحفيين وإنما هو مطلب عام، لأنه العقوبة فيه توقع على كل من ينشر بالصحف أو بأي من وسائل الإعلام. فإذا مواطن عادي أرسل رسالة نشرت في بريد القراء و يعني وقعت تحت هذا التصنيف وصدرت يصدر فيها حكم بحبسه قبل إقرار هذه المادة وهو ليس صحفيا، فهي ليست ميزة للصحفيين وإنما إقرارا بحق النشر وحرية النشر فيما عدا ما يقع تحت طائلة القانون اللي أنا شرحته. مادة أخرى تم إقرارها تتعلق بحرية الصحافة، تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها
عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منابر للحوار الوطني بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وبما يضمن تعادل حقوق أصحابها في مخاطبة الرأي العام من خلالها، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية. أيضا فيما يتعلق بالصحافة والإعلام، أقرت اللجنة فكرة أن تكون هناك هيئة قومية عليا هي التي توجه الصحافة والإعلام وتشرف على تضمن استقلالها وتشرف على شؤونها. هذه هيئة مظلة للإعلام والصحافة. أما بالنسبة للإدارة فرؤية أن يكون هناك يعني لكل منهما مجلس وطني للصحافة ومجلس وطني للإعلام، لأنه هذا يتصل بطبيعة عمل كل منهما وهي مختلفة، وطريقة إدارة كل منهما وهي مختلفة، مما استلزم وجود مجلسين وليس مجلس واحد. أما الهيئة العليا فهي للكل، لأنها تضع المبادئ وترسي القواعد وتضمن الاستقلال، وهذه كلها أشياء مشتركة بين الاثنين. أيضا بالنسبة للجنة الدولة والمقومات الأساسية، انتهت من عدد من المواد، وانتهت في بعضها إلى إقرار المادة كما أو يعني الاتفاق على صيغة نهائية للمادة، وفي البعض الآخر انتهت إلى رأيين، رأي يمثل أغلبية ورأي يمثل أقلية، وهذه ستحسم طبعا في المناقشة في اللجنة العامة بعد ذلك. لكن من بين المواد التي حصلت على شبه إجماع فيما عدا تحفظ رأي واحد، هي المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. هذه المادة هناك شبه إجماع عليها باستثناء رأي واحد لا يرفضها ولا يعارضها، وإنما يربطها بالمادة 219، فإذا لم ترد المادة 219 في هذه التعديلات فهو يرى أن يتم تعديل هذه المادة، والموضوع أنتم عارفينه طرح قبل كده. لكن في مواد أخرى أيضا أقرت، منها المادة 5، السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها على الوجه المبين في الدستور، وهو مصدر السلطات، والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن. هذه المادة أجيزت بإجماع آراء لجنة المقومات. وأيضا المادة 7 الخاصة بالجنسية، والتي تنص على تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية، عدم التفرقة بين الأب والأم هنا، لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية وهو حق ينظمه القانون. يعني يمكن ده أهم ما لدي اليوم.